السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل الكبدة الاسكندراني. معانا الكبدة اهي، كبدة بلدي، ومعانا 10 فصوص ثوم، ومعانا ليمونة، عصير ليمونة، وقرنين فلفل، ومعلقتين خل. هنقطع بقى الكبدة والفلفل. ودلوقتي يا حبايبي قطعنا الكبدة وقطعنا الفلفل، وهنا البهارات، فلفل وكمون وملح وشطة، وهنا معلقتين خل، وهنا الثوم. هنحط بقى الثوم ونحط البهارات ونقلبهم كويس، نحط معلقتين الخل ونولع بقى الطاسة. هنحط معلقتين زيت، هنسيبها تسخن قوي عشان الكبدة ما تنزلش ميتها. كده دي مفيدة جدا، كلها حديد، الناس اللي عندها أنيميا. ما تحطش سوا في سوا بسرعة. الليمون هنحطه في الاخر بعد ما تستوي. هنحط الفلفل ريحتها جميلة، ريحة الكبدة بالبهارات بالخل، بتدي ريحة جميلة وطعم جميل. الناس اللي عندها أنيميا دي جميلة جدا، الكبدة دي مفيدة جدا.
يستوي كده هنحط بقى ايه ليمون. يا حبايبي الكبدة بعد ما استوت طعمها جميل وريحتها جميلة وسهلة وما خدتش حاجة. 10 فصوص ثوم، قرنين فلفل، بهارات فلفل وكمون وملح وشطة، معلقتين خل وليمونة. حطينا الكبدة على الثوم على البهارات على الخل ونزلناها في طاسة سخنة عشان ما تنزلش ميتها واستوت على طول ما خدتش حاجة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسانيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.